عمل الخير ليه وجوه كتيرة. احنا النهاردة معانا قصة محمد يونس صاحب ورشة تصليح سيارات في كفر الشيخ. محمد عمل مبادرة لتصريح سيارات الإسعاف ونقل الموتى بالمجان، وكمان أيضا إصلاح سيارات الأجرة المملوكة للأرامل والأيتام واللي بتعتبر مصدر دخلهم الوحيد. في القصه انا كنت جاي من معهد اودي، فقابلت في هناك في نص الطريق عربيه نقل الموتى عطلانه. الحمد لله ان ربنا قدرني فلقيت العطل دي في شغلي، فعملت الحمد لله والعربيه مشيت. فعرضوا عليا فلوس ما رضيتش اخدها، ومن ساعتها انا قلت الحاجه ديت لازم اعملها لله عشان بحيث ان عربيه ما توقفش نفس الوقفه ديت مع اي حد كان. وانا عرضت الموقف دي للجمعيات الاهليه ولاي واحد متبرع بعاي عربيه اسعاف او موتى ديت صيانتها مجانا مني انا. الفكره جت لي عن طريق ابني وانا داخل في الشارع، فقال لي يا بابا انت هتعرضت على النت يا بابا؟ قلت له حاضر يا مالك. فعرضتها الحمد لله، انا جت المبادره ايه من عند ربنا. فالحاجه ديت انا عاملها يعني المصنعيه لله، بحيث ان محدش يستغل العربيه ديت في موقف على الطريق او عند صنايعي. فالحاجه ديت انا هتبرع بيها لله، ولصاحب العربيه برضه مش هخليه اي حد يستغلها في اي موقف، ان كان قطع غيار او سمكري ميكانيكي عفشه أي إن كان يخص العربية. أولاً بدأت بنفسي، فحبيت إن أنا عرضت على كام واحد زميلي بحيث إن أنا ما أضغطش عليه، قلت له دي حرية شخصية ليك مقابل إنك أنت تعملها أو ما تعملها. حبيت تعملها وهجيب لك العربية هتاخد أجرك. رد عليا قال لي أنت مش أحسن مني وأنا هبقى معاك. وكام واحد انضم معايا برضو للمبادرة دي. أنا من أول المبادرة صلحت ده أول عربيتين الحمد لله، ومتكفل بأي جمعية خيرية أو أي إنسان ربنا كرمه إن هو من متبرع بعربية أسعاف أو نجل موتى دي لله. أنا متبرع معاه بكل حاجة، وقطع الغيار هتيجي بأصله في أي وقت. لو العربية عطلت على الطريق في أي مكان هطلع بعربيته بعدتي في أي مكان، هطلع له إن شاء الله إذا كان ميكانيكي إذا كان عفشاجي إذا كان أي كان، هاخده بعربيتي واطلع بيه. الخير ده احنا بنعمله ده عندنا حاجه وحاجه بنعمله ده. ماشي، بالنسبه للحاجه بقت خير المفروض يعني نفر بيعملها بينه وبين ربنا كده ولا اذن كده ولا كده. محمد اخويا طبعا معايا من زور، راجل متعلم برضه، انا بتبسط منه ولا اجيب بيعمل حاجه زي دي بتبسط. ده بتزيد من عند ربنا يعني ما بتخسش، والحمد لله يعني، والحمد لله ربنا رزقنا برضه يعني من اوسع الابواب الحمد لله. لو عملتها بجنيه ربنا تاني يوم ممكن بعدها يا دوبك بيمشي من قدام، ربنا بيوسعها لي من اوسع الابواب، بتزيد ما بتخسش عندي. الحاجة اللي بتشيل ناس تعبانة وتشيل حالات، يا عالم برضه بتعمل خير، هم بيعملوا خير، هم مش أحسن مني ما هم بيعملوا، وأنا برضه ماشي ربنا فتح علي، لازم أنا إيه أقدم واجب برضه وأساعد واجب برضه في حاجة. أنا نفسي الميكانيكية كل أنت بتاع جمهورية مصر العربية كلها تعمل المغادرة اللي أنا بعملها دي، وربنا يعني إيه يخلف عليهم بالحلال. بص احمد مكلمني قال لي في عربيه اسعاف هتيجي تعمل شغل عندك، قلت له مفيش مشكله احنا نصلح عربيه الزباين وما تاخرش عنها، عربيه بتاع الله ديت ما اقدرش اتاخر عنها، في اي وقت اي عربيه تعمل شغل عندنا مجانا. والواحد مصدق يعني ده عمل خيري بيبادر فيه بيكون يعني عمل خير حلو. ال 24 ساعه قلت له معاك على طول، يعني اكون معاك على طول دايما في اي حاجه فيها خير، يعني عشان خاطر السواق يكون ماشي مرتاح في الطريق واعرف اوصل اي واحد الطريق بتاعه بامان وسلام. والله في البدايه هو محمد الاول صديق شخصي، وبعدين لما بدا يتكلم عن المبادره هو اكيد يتكلم عن تفاصيلها، فكان اول حد يتناقش معايا فبدانا ان احنا نبدا نعلن عن المبادره عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق جروبات الخيريه. دي اول مبادره يتم الاعلان عنها، لان طبعا مش كل اعمال الخير هيتم الاعلان عنها
مباشره عشان خاطر الحياء وكده، لكن المبادره دي على اساس ان هي بتخدم فئه معينه، فانت عشان توصل للفئه دي لازم يتم الاعلان عنها، وكان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. في ناس من محافظات ثانيه بداوا يتواصلوا، فده بحد ذاته كان نجاح بالنسبه لانتشارها عن طريق التواصل الاجتماعي. خلاص انا ده لو جايبش. الحقيقة مفيش تجارة أفضل ولا أربح من التجارة مع الله. صحيح. يعني اللي بيعمل خير ابتغاء مرضات الله ده يعني أعتقد إن هو بيلاقي بركة في حياته يعني محدش ممكن يتخيلها. ويمكن حد يجي يقول أنا أصلا هساعد إزاي نظرا لضيق ذات اليد، ما عنديش حاجة ساعد بيها. لا، تساعد بوقتك، تساعد بصحتك، تساعد بمهنتك، خدمة تقدر تقدمها زي ما شفنا مع حضراتكم. الموضوع مش موضوع فلوس، مش موضوع ان انا اطلع جزء من ربحي ولا جزء من مرتبي ولا لا خالص. ان انت بس يكون عندك حتة كده جوه قلبك ان انت عايز تساعد الناس لوجه الله. صحيح، احسنت يا جمانة. وفعلا محمد عمل ده بالظبط، هو عمل ده وعاد عليه اضعاف مضاعفة من ان الناس كلها بدأت يعني تقول انه ميكانيكي شاطر وحنروح له وحنساعده وربنا يبارك له، وبما انه بيساعد الارامل والايتام وبيساعد سيارات نقل الموتى فما نروحلوش ليه، ده الولد كويس. فهي فعلا كانت احسن دعايه لي، وافضل استثمار في الدنيا هو الاستثمار مع ربنا، وده اللي حصل بالظبط مع محمد يونس. فلينفق كل ذي ساعه من ساعته، دايما افتكروا دي.